قناة الأستاذ نفوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية، كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أو كريم أو كان يا مكان في قديم الزمان، كان لعمة كيخيط الكتان، وكان العرش كينقز الحيطان، وكان الشيخ يقطع الويدان، وكانت الريشة تقهر الميزان، وكانت العرسة تغدي القبيلة وزيد الجيران. كانوا حتى كان فواحد القبيلة، كانت واحد المعيزة هزيلة نحيفة كبرات. واحد نهار رجع مع القاطع ديالها، وسبقها القاطع، سبقوها وبقات بوحدها، وجا الليل طاح الظلام وما عرفات فين تمشي، فين غتصب. بان ليها واحد الغار، دخلت لذاك الغار. غادي نبات ونرتاح وما غاديش يجي لي الوحوش. من حظها السيء القسبع، اش غايدير ليها السبع؟ ياكلها، يفرح بها، ياكلها. وهي تقرر باش تخدم الدماغ ديالها، اللي تكونوا في شي ورطه خاصكم تخدموا الدماغ ديالكم. وهي راه شاداها الخلعة مركبيها، ولكن بدات كضرب الارض برجليها وغاديه عند السبع، وكتقول لي شوف انت داك السبع، انتقاما للمعزات اللي كليتو بنات الجنس ديالي. ناكل 10 ديال السبوعة و100 ذئب، وانا كليت 100 ذئب وكليت 9 السبوعة، والسبع العاشر هو انت. والسبع بديك رابطة الجعج ديالو، بديك القوة ديالو، جاتو الرعدة وبدا يشوف فيها ويقول شكون هذا المخلوق الغريب؟ عافاك عمتي المعزة، عافاك، خليني نمشي غير نشرب. قالت لي شوف طب، ولكن عندك تهرب، خرج باش يهرب وينجا من داك المخلوق الغريب. هو يتلاقى مع من؟ مع بنو آوى. كيف تعرفوا بنو آوى؟ ذكي ومطور. ويشوفوا قالك عمي السبع بهاد القوة ديالك وهاد الجهد كترعد، قال لي في هاد الغار كاينه واحد المخلوق غريب، واحد المعزة غتاكلني. ويلا عمي السبع، واش انت بهاد الجهد ديالك غتاكلك معيزة؟ يلا نمشيو نتعشاو بها. هو ردو وهي تشوفو المعزة اش قالت، مشيت فيها غير شافت بنو آوى، مشات فيها وقررت باش تخدم الدماغ ديالها مرة أخرى. وهي تشوف وحمرات، وهي الخلعة شدها مركبها وحمرات، وشافت بنو آوى وهي تقول لي شوف بنو آوى عندك. شوف بنو آوى عندك يصحاب لك، واش انت اللي جبتي لي السبع؟ راه انا اللي جبته. هو يشوف فيه السبع ياك الخائن الغدار، انا كنت هارب وانت رديتي وطار عليه ومزقو وتهنى منه هرب. وهكذا فرحات المعيزه وخرجات لباب الغار وغوتات وقالت ما يجيبها الا زعيم او كريم او مرضي الوالدين. وحكايتي مشات من واد الواد ومن بلاد البلاد، وانا بقيت معكم انتوما وليدات الجواد. قديم الزمان كان العمى كيخيط الكتان، وكان العرش كيبعد الحيطان، وكان الشيخ يقطع الويدان، وكانت العرسه تغدي القبيله وزيد الشيران. فواحد القبيله كانت واحد المراه طيبه كريمه دائمه السخاء، كريمه وكثيره العطاء. وكي تتعرفوا فين ما تيكون الخير تيكون الشر. كانت واحد المراه خايبه ما عجبك لا وجهها لا حديثة، كتكره هذيك السيده لان الناس بالحب ديالها اللي كيبغيوها لانها مراه مزيانه، وكتصدق على الغني والفقير وعلى الكبير والصغير من داك الجنان ديالها، كانوا سموها الصالحه. الصالحه كتكرهها ديك المراه الشريره الساحره سميتها عقيصه. قررت باش نتقم منها، جمعت السحره ديالها وقالت لهم جمعت السحره وقالت لهم يلا بغيتكم تهجموا على الجنان ديال عقيصه وتحرقوه، ما تخليو لا شجر خليو حتى الحجر اللي لقيتو كيتحرقو حرقوه. ومشاو الصحاره ديالها ورجعوا خايبين ودلال. قلت لهم واش اديتو المهمه؟ قالوا لا سمحينا، الا لا عقيصه راه جنان الصالحه محروس
ما تدخلوا الا بهديه او في. قالت لهم انا غادي ندير المهمه. مشات دخلات سلات للدار ديال الصالحه. الصالحه عطاها ربي واحد جوج كيطيروا العقل بالزين. اما عكسها فكتعاني من العقل. وهي تسلت للدار وسرقات دوك الوليدات التوام داتهم هربات بهم وخوات البلاد. الصباح فقت صالحه جات عند وليداتها قاتهم ما كاينينش. قلبت الفراش لقاتو بارد. رفع على ديالو دارها بالليل. تجمعوا الناس القبيله مع بوات التوام ومشاو للكوخ ديال عقيصه. هرسوا الباب وما لقاو غير الضباب. هكذا بقات عقيصه كتمشي من بلاد لبلاد تخوي بلاد وتعمر بلاد. وفينا مشات لشي بلاد كيضربها النحس وكيجريو عليها. مشات لواحد البلاد ديال الصياده قبيله الصياده. كان الواد عليهم جواد. غير دخلات عقيصه ودقات الخيمه ديالها في هذيك القبيله وضربهم النحس. بعد ما كان الواد عليهم جواد ما بقاش كيلقاو الحوت قليل كيخرجوه وطي ريحته. جمعهم لامين ديال الصياده. اش واقع في هذه القبيله؟ هضر واحد السيد. الا سمحتي لي يا سيد لامين، هذه 3 ايام جات واحد المراه ما يعجبك لا وجهها لا حديثها، هي جابت لنا النحس. قال لهم عطيوها المعونه ديال الطريق وصيفطوها. هذا فين ما مشات لشي بلاد كيضربها النحس وكيصيفطوها. حتى وصلت لواحد القبيله من السماء ديالها الصافيه كتبان قبيله سعيده. هذيك قبيله القاضي بومفتاح. بعد ما كانت القبيله فيها الهدوء والناس ما تساعد ما كيظلم الاخر، الهدوء والسلام والحب. غير دخلات عقيصه ولا المدابزه والصداع والمشاكل. القاضي بومفتاح كان غير كينشد الدبان ولا ما كينعس لا بالليل ولا بالنهار. جمع الحكماء ديال القبيله اش واقع؟ قالوا ليه هذه 3 ايام جات واحد المراه ما يعجبك لا وجهها لا حديثها، دقات الخيمه ديالها فينا عندنا. قال لهم جيبوها ليا عرفتوني انا ما كنظلمش. جابوها شاف فيها. قال لها علاش جيتي لقبيلتنا؟ قالت لي اسيد القاضي راه القبيله ديالنا فيها المجاعه وانا خفت على وليداتي. شاف فيها. قال لها هاد الوليدات ديال وضاعه وانتي العكاز ما كتفارقيش وهما وجوههم منورين وانتي وجهك ماشي هو هذاك. عيط على الطير الزرزور ديالو باش يجيب ليه الخبر. ما ناضوش من المجلس ديالهم حتى جاب الخبر الطير الزرزور ان هذيك عقيصه امراه شريره وانها تتادي الناس وانها سرقات وليدات الصالحه. هكذا قرر باش يحكم عليها. قال ليها الصحراء ديالي عنده الصحراء ديالو مزيانين الصحراء ديالي غادي يحولوك. دابا اختاري بغيتي تقولي تكوني جراده او جرانه او دبانه. كراس وقد راس. جالس الجران الصوت ديالو ما كيادي والدبان كيقهروه الوسادي. انا اختاريت نكون جراده سيدي القاضي بومفتاح. وهكذا حولوا هالصحراء الجراده وطارت من السرجم وردوا الوليدات لامهم. ولكن كانت القبيله هادئه. واحد النهار شافوا واحد الغيمه واحد السحابه جايه. هذيك السحابه ديال الجراد. شكون اللي كيقود ديك السحابه داك الجراد؟ الجراده عقيصه. قالت لهم يلاه باقي هجموا على جنان ديال الصالحه. هجم الجراد وبغى ياكل داك الثمار اللي كاينين في الشجر. ولكن رغم ان الثمار حلوه قدره قادر كلشي ولا مالح. غير كات الجراد كيبغي ياكل الورقه ديال الشجره ولا الثمره كيلقاها مالحه وسخف الجراد وصيدوه الناس وحمروه وكلاوه. بقات واحد الجراده كدور اللي دارها فمو كيلقاها مالحه وبقات مرميه حتى كلاتها الريح. اما الوليدات بقاو تيغنيو جراده مالحه في تسارحه في ناس صالحه اشكيتي وشربتي غير تفاح والنفاح يا قاضي يا بومفتاح. وحكايتي مشات من واد لواد ومن بلاد لبلاد وانا بقيت معاكم كذا الجواد. شكرا على حسن الاصغاء وشكرا لناديه وايمان.